الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، قدم من شاء بفضله، وأخر من شاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله جعل الله الذل والصغار على مخالف أمره، صلوات ربي وسلامه على خاتم رسله وآله وصحبه ومن استمسك بهديه. أعظم الوصايا وأجل العطايا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أكبر وأكثر بكثير من محبتها له. هو يحبنا أكثر مما نحن نحبه، كيف لا وقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جرى حال المحب أن يشتاق لمن يحبه ولمن طال فراقه، لكن أن يحدوه الشوق لقوم لم يرهم قط ولم يعرفهم ولم يأتوا بعد، فهذا حب اقتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأتباعه. قال بأبيه وأمي صلى عليه الله وسلم: ليتنا نرى إخواننا. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم. ليتنا نرى إخواننا، نحبك يا رسول الله، ويشهد الله كم تشتاق الأنفس لرؤيتك وجوارك. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو يحبنا، فكيف سيعرفنا يوم القيامة؟ روى الإمام مسلم. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة محجلين من أثر الوضوء. الغر الخيل، الغر البياض في الجبهة، والتحجيل الخيل المحجلة بياض لها في الأقدام، والخيل البهم الدهم السوداء. فإذا اختلطت الخيول ببعضها، في خيول سود أو سوداء وفي خيول عليها بياض في الوجه واليدين والقدمين، ألا يميز هذا البياض في هذه الخيول بين الخيول السوداء الأخرى؟ بلى يميزه. وهكذا المسلمون يوم القيامة لهم نور يضيء جباههم وأيديهم وأقدامهم من أثر الوضوء
فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السيمة. يحبنا، يعرفنا يوم القيامة بسيمانا، يشتاق لرؤيتنا، وهو صلى الله عليه وسلم أحق من يتبع. يميزنا من أثر الوضوء البياض، فكيف بمن أتى مع البياض بلون آخر ورائحة زاكية؟ يأتي الشهيد يوم القيامة الذي دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي غار على أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتل الصهاينة مثلا، الذي يدافع عن الأقصى منطلق معراج النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشهيد وجرحه ينثعب دما، يسيل ويتفجر، اللون لون دم، والريح ريح مسك. يا الله، استحضر الآن في يوم القيامة بياض الوجوه والأيدي والأقدام، هذا أثر الوضوء، ولون دم الشهادة الأحمر، ورائحة طيبة تنبعث من هؤلاء الشهداء في أرض المحشر. أنت يا رسول الله تحب هؤلاء الذين لهم بياض من أثر الوضوء، فكيف حبك بهذا الصنف من الناس الذي جمع البياض ودم الشهادة ورائحة المسك الطيبة الزاكية؟ كم هو حبك لهذا الصنف من الناس يا رسول الله؟ قال أنس الطفل الغزاوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وسقاني ماء وعسلا. قل لأمه: يا الله، ما أزكى المي، ما أحلى العسل، عطشان ما بتدخل مي، ما بدخل دواء، ما بدخل شيء إلا القليل، عطشان، يموتون جوعا عطشا. قل: سقاني، سقاني ما أزكى العسل. الشاهد: ورأيت أبي بجانبه حيا لم يمت. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المقصود أيها الغالي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها تنالك باتباع هديه والاستمساك بسنته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله الأكرم، والصلاة والسلام على النبي المكرم. هو يحب أمته صلى الله عليه وسلم، وما أعظم أثر محبته لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وإعدادهم لقيادة الأرض، ما أعظم الأثر لمحبته وإعداده لصحابته عليهم الرضوان الأتم والأكمل. في الحديبية بعثوا سفراء المشركون، فجاء عروة ابن مسعود كان على الشرك، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم رجع إلى المشركين: مشرك سيشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط، إن بمعنى ما هنا، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه
كما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. اقتتلوا على المي بتنزل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. نبادلك الحب بالحب يا رسول الله، نبادلك الحب بصدق العمل، فأنت أصل قدواتنا، وأنت أسوتنا، وأنت أحق من يكون في مناهجنا. لا أن يكون في مناهجنا فنانون انسلخوا من هديه وما اتبعوا سنته وأقاموا ضد شريعته عليه الصلاة والسلام. هم الآن يتربعون على كرسي الفكر والثقافة، الفكر الليبرالي العلماني الذي سيطر وهيمن وضرب سطوته على مناهج العالم الإسلامي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا العظيم أحق من يكون في مناهجنا، هذا العظيم من خلاله الشباب والطلاب والأجيال يحددون بوصلتهم، وما لا فلا. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدانت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا شفاعته، وفقنا لاتباع هديه، واجعلنا معه يوم القيامة. اللهم نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، آذق الصهاينة والمجرمين والمنافقين شر عذاب، اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب. اللهم أعنا على تحرير أقصانا، وفك قيد أسرانا، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ملك الأردن لما تحب وترضى. اللهم ملك الأردن وفقه لكل خير، ووفق بطانته وأركان مملكته لاتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.